من سمات هذا النظام هو أطماعه في جيرانه، حيث نجد في المادة 42 من الدستور المغربي لنفس الدستور، هذا الدستور المخزن الذي يتكلم على الحدود الحقة. شخصيا أنا أنتظر من هذا العدو حتى كلمة مغرب لم تكن موجودة أساسا، وإنما الأصل هي مراكش، وبالتالي هذا النظام الذي كل مرة يخرج علينا بخرجة جديدة ملؤها العداء والحقد على أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة بصحاف طوركم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الإعلام الجزائري، الإعلام الكرغولي اللي ما كيسكتوش مساكن الليل نهار، الهضرة كاملة على المغرب. في هذه الحلقة هذه غادي نسمعوا واحد الكرغولي على واحد القناة جزائرية كيتهم المغرب وكيقول لك بأن المخزن المغربي دار مؤامرة على الجزائر بسبب التمور الجزائرية. المهم خوتي الأعزاء، غادي نخليكم أنتم اللي غتفرجوا وتموتوا بالضحك مع هذه الكراغلة اللي صراحة هبلوا وسطهم المخزن وسطهم المغرب. صراحة خوتي العزاز الله يعز المخزن. العزاز غادي نخليكم نتوما اللي غتفرجوا وتحكموا وتعطيوني الاراء ديالكم في خانة التعليقات، ما تبخلوش علينا خوتي العزاز بلايك، لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو ينتشر باش يوصل جميع المغاربة في جميع انحاء العالم. يلا نشوفوا الحلقة ونتلاقاو في النهاية. هذه استفزازات جديدة تضاف الى ما سبق من قبل المخزن المغربي استاذ. نعم، فيما يخص هذا النظام الوظيفي الذي نسميه دائما نظام وظيفي، نظام وسخ على كل حال، هو نظام يعني ألف أنه يتهجم على الجزائر وعلى كل ما هو جزائري، ومن أجل يعني سواء الطعن فيه أو إنسابه إلى يعني يريد أن يظهر لنا بأنه ملك له ومن تراثه، سواء كان ثقافي أو تجاري أو أي أمور من هذه الأمور، ويعتبر نفسه أنه في حالة حرب معنا من خلال هذه التهجمات وهذه الاستفزازات التي لا تكاد تنقطع، وكل يوم بحكاية جديدة وكل يوم استفزاز جديد، سواء على في المنابر الدولية أو على مستوى الإعلام أو على مستوى أبواقه من هنا وهناك. وهذه المرة جاء الدور على التمور، حيث حذر في إطار فتوى لمحمد الفزازي، هذا الذي يسمى بين قوسين عالم ديني أو فقيه، بأن هذه الأمور مفترة في شهر رمضان. وتعالت أصوات أخرى حتى على مستوى البرلمان المغربي بأنها تمور مسرطنة وما إلى ذلك. أنا في الحقيقة قبل أن أتكلم على هذا الموضوع أردت أن أتطرق إلى أمر آخر قبل هذا كله، لأنه معروف أنه في دستور المغرب أكبر يعني تغيير دستوري لسنة 2011، أين ضمن أحد روافد الهوية الوطنية المغربية، أضاف إليها الرافد العبري، والدليل أنه يقول دائما ويتبجح دائما بأن هناك أكثر من مليون مغربي يهودي في إسرائيل، من وزراء ومن مسؤولين ومن ضباط في جيش العدو الصهيوني. وآخر دليل آخر هو عند لقاء وزير الخارجية بوريطة مع نظيره الأمريكي على ما أعتقد، وحين تأسف على الذين سقطوا من الجيش الصهيوني ولم يتأسف ولم يترحم على إخواننا وعلى المجاهدين الفلسطينيين، هذا دليل آخر على صهيونية هذا النظام الذي أضاف كما قلت لك في دستوره رافد من روافد الهوية الوطنية الذي وهو العبرية. وبالتالي كذلك من هذا النظام، يعني من سمات هذا النظام هو أطماعه في جيرانه، حيث نجد في المادة 42 من الدستور المغربي لنفس الدستور، هذا الدستور المخزن الذي يتكلم على الحدود الحقة. هذه الحدود الحقة هي في حد ذاتها، التعبير في حد ذاته هو خطر حتى على الجيران، لأنه يقدر يقول مثلا أنه يطمع في، وهذا ما عبر عليه في كم من مرة، في الأراضي الجزائرية منذ 57 وهو يفاوض يعني الجنرال دوغول، وهذا ما أتى به الجنرال دوغول حيث جاء في مذكرته، وبالتالي يريد حتى في بعض من الأوقات أنه لم يعترف حتى بالجمهورية الموريتانية، ولما لا أطماعه تمتد إلى حتى تونس لو كان جد في جواره أو في كل البلدان المنطقة. استطيع أن أقول أستاذ يعني أن هذه اللعبة يعني ضد الجزائر، يعني فيه اجتماع يعني اجتماع يعني حتى من جانب سياسي وحتى الجانب الديني يعني.
بكل تأكيد أنه تاريخ الحافل بهذه الجرائم التي أسميها أنا جرائم في حق يعني بلد جار شقيق، وكما قال السيد رئيس الجمهورية للجزيرة في ندوته الصحفية أنه يتأسف إلى ما آلت إليه الأمور مع بلد جار شقيق. مع الأسف الشديد الجزائر بلد يعني مسالم، بلد لا تريد الحرب، لكن هؤلاء هذا النظام المخزني، هذا النظام الذي تم تأسيسه عن طريق الجنرال اليوتي الجنرال الفرنسي سنة 1912، هذا حتى كلمة مغرب لم تكن موجودة أساسا، وإنما الأصل هي مراكش. وبالتالي هذا النظام الذي كل مرة يخرج علينا بخرجة جديدة ملؤها العداء والحقد على هذا الشعب، ويريد يعني يتستر أو يجعل من قضية الصحراء الغربية شماعة له يختبئ من ورائها، رغم أننا نذكره في كل مرة، وكما قال أحد اليوتيوبر تاعهم بأنه الجزائريين عندما يريدون التعليق على ما يجري ما بين المغرب والجزائر أنهم يشترون الكلام ويعودون نفس الكلام، وأنهم لا يحسنون الكلام ولا يحسنون التعبير ويقومون بعدة أخطاء حتى لغويا. وبالتالي أقول لهم من هذا المنبر على غرار الصهيوني السليمي بأنه الدكتور سليمي بن قوسين، بأننا نعم نشتر الكلام ونعيد دائما تذكيركم بما فعلتموه وما اقترفتموه يعني ضد الجار الشقيق الجزائر، وما تحاولون فعله دائما وتتسترون بشماعة الصحراء الغربية، رغم أنكم قمتم أو قام نظامكم سنة 63 بما يسمى بحرب الرمال، وأنا ذاك لم تكن قضية الصحراء الغربية مطروحة تماما، وإنما الحقيقة التي تريدون القفز عليها وهو نظامكم التوسعي الذي يرى في الحدود، وهذا ما أصدروه في إحدى جرائدهم مؤخرا بأن الحدود رسموا حدودا أخرى، رغم أن المعترف به هي الحدود الموروثة عن الاستعمار وليست الحدود التي يتكلمون عليها الآن، وإنما هكذا يريدون نظامهم توسعي ويجعلون من قضية الصحراء الغربية شماعة يعلقون عليها كل فشلهم ويتكلمون عن الحرب وما إلى ذلك. وإذا أردنا أن نتكلم عن الحرب أو من ينظر لها أو من يروج لها أو من يدفع نحوها، نذهب هنا إلى أمر آخر يتغافل عنه كثيرون، وهو الاقتصاد المغربي. هل الاقتصاد المغربي وما تعيشه المغرب اليوم من أزمات اجتماعية خانقة يريد هذا النظام الخائن تصديرها على شكل مشاكل ما بينه وما بين الجزائر، هل يريد أن يمول حربا مثلا؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح، يجب أن ننطلق من ما هو اقتصاد المغرب، وهل هذا الاقتصاد كفيل بتمويل الحرب رغم المجاعة ورغم البطالة ورغم الفقر المدقع إلى أن وصل إلى حد الفاقة، والفاقة هي أكبر يعني نقطة في الفقر. وبالتالي هذا الكلام يريدون دائما إشعال الفتنة والدفع نحو الفوضى وتصدير هذه الأبواق التي تتكلم جعلها هذا النظام الخائن، هذا النظام الوظيفي لكي يغطي بها ضعفه وفشله وتصدير يعني مشاكله يعني إلى الجار. يعني يريد المخزن المغربي يعني من خلال يعني هذه المؤامرات على الجزائر يعني تصدير مشاكله الخارجية وحتى توجيه يعني وتغيير أنظار يعني من ما يعيشه الشعب المغربي من مشاكل إلى دول الجوار، وهذه مؤامرات يعني ليست الأولى وإنما سبقتها مؤامرات أخرى. يعني نستطيع أن نقول أن أسباب سياسية وراء حملة يعني مقاطعة تمر الجزائرية، هذه الحملة لها كذلك منظور سياسي. بكل تأكيد الحرب عندها عدة أوجه وعدة جبهات، وبالتالي محاربة مثلا التمور والتشكيك فيها التمور الجزائرية والطعن في جودتها العالمية المشهود لها عالميا يعني كذبها حتى الشارع المغربي. رأينا عدة أشرطة أننا نجد أن المغاربة يتكلمون يقولون بأن هذه مجرد شائعات لا تقدم ولا تؤخر، ويبيعونها في متاجرهم ويقولون بأنها يعني أثبتت جودتها، وبالتالي كل كلام هذا مرده هو افتعال مشاكل ومحاربة الجزائر على عدة جبهات. ولكن هذا الأمر لا يتوقف هنا فقط، لأننا شخصيا أنا أنتظر من هذا العدو الجار مع الأسف الشقيق عدة خرجات أخرى في مجالات أخرى وفتح جبهات أخرى. مثلا فيما سبق ليس فقط التمور، كان يتكلم عن الخيمة
ينسبها له، يتكلم على التبوريدة كما جمعتنا تاع تلمسان، كما في الصحراء، كما في كل مناطق الوطن، كما يسموها الفانتازية. يتكلم مثلا على الموسم بوسعادي ينسبه إليه، يتكلمون على الحايك، يتكلمون على الكراكو، يتكلمون على القفطان، يتكلمون على الزليج، يتكلموا حتى على أغنية الراي. كل هذه حروب يشنها هذا النظام عن طريق أبواقه وعن طريق أزلامه، من أجل يعني تشكيك الجزائريين حتى في ثقافتهم، في مروتهم الثقافي. كان هذا هو الفيديو خوتي العزاز، كنتمنى باش تكونوا ضحكتوا وفوشتوا شي شويه مع هذا الاعلام ديال الكراغلا. صراحه ما بقاوش كينعسوا مساكن لا ليل لا نهار، الهضره ديالهم كامله على المغرب، الهضره كامله على المخزن، هذه كلمه المغرب المخزن في اي قناه جزائريه كتسمعها ليل ونهار. المهم خوتي العزاز، ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب والصحراء مغربيه. السلام عليكم.